النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية التي سنتحدث عنها، عن الأمور التالية. الأمر الأول كملخص الحالة الجوية خلال الأيام القادمة هو كتلة هوائية باردة تقترب من المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وتقترب من المملكة على وجه التحديد. هذه الكتلة بل هي شديدة البرودة، حيث أنها من أصول قطبية ويتوقع أن تمكث في المنطقة لعدة أيام وتهوي بها درجات الحرارة إلى مستويات شتوية غير معتادة لمثل هذا الوقت من العام. يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تكون يعني بداية تأثير هذه الكتلة الهوائية تدريجيا اعتبارا من ليلة الجمعة على السبت. يمكننا تتبع هذه الكتلة الهوائية وهبوطها من أواسط القارة الأوروبية نحو المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط من خلال هذه الخرائط التي تشير تقريبا إلى أن المملكة الخميس كانت ضمن درجات حرارة مرتفعة تجاوزت بها درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان 25 درجة مئوية، بل وكانت درجات الحرارة تفوق ذلك، يعني بلغت في العاصمة عمان ما يتجاوز 30 درجة مئوية ذلك يوم أمس الأربعاء، وهذا هو طبعا مشار إليه باللون الأحمر. تراجع تدريجي لهذه الكتلة الهوائية التي كانت دافئة باتجاه الشرق ويحل محلها هواء أقل دفئا وأكثر يعني اعتدالا من ناحية درجات حارة اعتبارا من ساعات متأخرة من ليلة الخميس على الجمعة ونهار يوم الجمعة. فكما نلاحظ في ساعات نهار الجمعة تقع المملكة ضمن النطاق المشار إليه باللون الأصفر، وبعنى ذلك بأن درجات الحارة ستنخفض يوم الجمعة بشكل ملموس، وتصبح بذلك بهذا الانخفاض تصبح درجات حرارة حول المعدلات المعتادة. لماذا نقول حول؟ لأن معدل درجة حرارة تقريبا في العاصمة عمان الآن لمثل هذا الوقت من العام، يعني هذا الوقت تقريبا حوالي بداية العشرينات. درجات حرارة خلال يومين الأربعاء والخميس وحتى الثلاثاء كانت تقريبا تفوق درجات حرارة، سجلت حاجز 30 درجة مئوية، كانت أعلى من المعدلات بما يفوق 10 درجات مئوية. أما يوم الجمعة تتراجع درجات الحرارة بفعل هذه الكتلة الهوائية معتدلة الحرارة إلى المستويات المعتادة. الطقس يكون ربيعي لطيف في أغلب مناطق المملكة، إلا أنه يكون مائل للدفء بشكل لافت طبعا في مناطق مثل الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. مع ساعات مساء يوم الجمعة يزداد اقتراب الهواء أكثر برودة، وبالتالي ليلة الجمعة سبت ستشهد انخفاضا كبيرا جدا على درجات الحرارة، تعود الأجواء تصبح باردة في أغلب ومختلف مناطق المملكة وتكون أيضا رطبة. على الجانب الآخر هذه الألوان تنم على وجود اندفاع، وتحديدا اللون الأزرق، إلى اندفاع كتلة هوائية يعني ذات أصول قطبية يمكن القول نحو المنطقة الشرقية للبحر المتوسط بما فيها اقترابها أيضا من المملكة. هذا الأمر بشكل عام سيؤدي إلى يعني انخفاض حاد وكبير جدا على درجات الحرارة يوم السبت، وتصبح درجات الحرارة أقل من المعدلات المعتادة في ساعات النهار بأكثر من 10 درجات مئوية. يعني سنشاهد بعد قليل درجات حرارة في العاصمة عمان قد يعني لا تتجاوز في بعض الأحياء حاجز 10 درجات مئوية يوم السبت، وبالتالي السبت الأجواء تكون باردة شتوية غائمة جزئيا، هبوب لرياح قوية متوقعة في أجزاء عدة من المملكة، الأمر الذي يثير العواصف الرملية. لكن فرص الأمطار سنشاهد أيضا بعد قليل هي منخفضة مع هذا الاندفاع البارد للهواء، وبالتالي الفعالية الجوية تتركز أكثر من حيث انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات نهار يوم السبت. مع ساعات ليلة السبت على الأحد يستمر تعمق هذا الهواء البارد، ونلاحظ وصول بقايا منه من النوع أو من الأصول القطبية باتجاه المملكة. هذا اللون الأزرق طبعا المشار إليه، وهذا اللون الأزرق الموجود في بعض المناطق الشمالية وحتى أيضا المناطق الجنوبية من المملكة. إجمالا يعني نتحدث هنا عن انخفاض كبير جدا عند درجات حرارة ليلة السبت على الأحد، أجواء تكون شديدة البرودة. يمكن قول بأن الطقس
قارس البرودة حتى في مناطق جبال الشرع مثلا، هناك درجات حرارة قد تنخفض إلى ما دون الصفر المئوي في ساعات ليلة السبت على الأحد. لكن أجدد التكرار بأن مناطق جنوب ووسط المملكة لا يتوقع أن تشهد هطولات بشكل عام. في المناطق الشمالية من المملكة ليلة السبت على الأحد هناك فرصة لبعض الزخات من الأمطار بمشيئة الله تعالى، التي قد تكون أيضا على شكل زخات من البرد. أيضا في قمم الجبال العالية في شمال المملكة مثل المرتفعات العالية جدا من ثغرة عصفور ورأس منيف ومثلث القاعدة مثلا وجبل أم الدرج، هذه في مناطق شمالية قد تشهد أمطارا مخلوطة بثلوج، إلى ذلك الحد برودة الأجواء متوقعة خلال ساعات ليلة السبت على الأحد بشكل عام. أما نهار يوم الأحد فتبقى الكتلة الهوائية الباردة متمركزة في المنطقة، وبالتالي تبقى درجات حرارة منخفضة إجمالا بمشيئة الله تعالى. خرائط الهطولات المطرية أيضا تشير إلى اقتراب الهطولات المطرية من المملكة دون دخولها بشكل رئيسي إلا في المناطق الشمالية من المملكة. بالعودة إلى الأحوال الجوية المتوقعة ليلة الخميس على الجمعة، الأجواء مختلفة، يعني هناك انخفاض متوقع درجات حرارة لكن بالأخص في الساعات المتأخرة من الليل. درجة الحرارة متوقع أن تكون خلال ساعات هذه الليلة حوالي 10 درجات مئوية، يعني الدرجات حكت الأيام الماضية حوالي 18-19 درجة مئوية في ساعات الليل، وبالتالي سنشعر خاصة مع الساعات المتأخرة من الليل بانخفاض درجات الحرارة، ولكن ليست إلى مستويات مثلا باردة جدا، إنما هذه الليلة تميل الأجواء للبرودة مع ظهور بعض الصعب والغيوم، وترتفع نسب الرطوبة بشكل تدريجي خلال ساعات هذه الليلة. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، إذن غدا الجمعة كما لاحظت تنخفض إلى 18 درجة مئوية درجة الحرارة، الأجواء تكون بشكل عام ربيعية لطيفة، ظهور لبعض السحب والغيوم. في ساعات الليل تنخفض إلى 8 درجات مئوية كما ذكرت لكم، هناك انخفاض كبير جدا درجات الحرارة مع أجواء باردة. لاحظ يوم السبت 11 درجة مئوية في ساعات النهار فقط، يعني درجات حرارة جدا باردة، مستويات شتوية. في ساعات الليل 7 درجات مئوية في المنطقة الوسطى، تصل إلى ما دون الصفر المئوي في المنطقة الجنوبية من المملكة. ويوم الأحد 12 درجة مئوية في ساعات النهار، والصورة تبقى 7 درجات مئوية، والأجواء كما ذكرت لكم هي باردة شتوية، لكن فرص الأمطار إجمالا ما زالت ضعيفة حسب آخر الخرائط الجوية. دعونا الآن نستعرض درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الجمعة نهارا والصغرى ليلة الجمعة على السبت. سنبدأها من المناطق الشمالية في إربد 19-11، في جرش 20-12، في عجلون 18-11، وفي المفرق 20-8 درجات مئوية. المناطق الوسطى 18-8 في العاصمة، 18-10 في السلط، وحوالي 19 درجة مئوية العظمى إلى في مادبا الصغرى 8 درجات. البحر الميت 26-18 درجة مئوية، والزرقاء من 21-10 درجات مئوية. انتقال من المنطقة الجنوبية 18-8 في الكرك، 18-7 في الطفيلة، 21-5 درجات مئوية في معان، 15-4 درجات مئوية في جبال الشراء، وتقترب في العقبة العظمى غدا إلى أو يوم الجمعة إلى 30 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 15 درجة مئوية. في المنطقة الشرقية تكون في رويشة 29 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 7 درجات. نلاحظ الانقلاب الحراري الكبير جدا المتوقع على درجات الحرارة. كذلك أمر في الصفاوي من 24-6 درجات مئوية، وفي الأزرق من 24-7 درجات مئوية. هناك يعني تقلبات كبيرة في درجات الحرارة ما بين ساعات النهار وساعات الليل. قبل الختام، بعض التوصيات الهامة في ظل هذه الأحوال الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة، نصائح من يعني منا. الأمر الأول هو ضرورة الانتباه من انخفاض درجات الحرارة وهذا الانقلاب الكبير في الأجواء والعودة إلى المستويات الشتوية، ومما يستدعي بالعودة باستخدام وسائل التدفئة وأيضا يعني لبس الملابس الثقيلة. هذا أمر يعتبر يعني هام، خاصة يومي السبت والأحد، هناك سيكون حاجة للعودة إلى لبس هذه الملابس، وبالتالي أيضا ندعوكم إلى مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة. هناك أمر آخر خاصة للإخوة المزارعين، ضرورة الانتباه من مخاطر تشكل الصقيع خاصة ليلتي السبت على الأحد والأحد على الاثنين. في مناطق عدة من المملكة هناك تدني كبير في درجات حرارة في متوقع، وبالتالي ضرورة حماية مزروعاتهم بالطرق التي يرونها مناسبة في هذا الأمر. وأيضا ندعوكم إلى الانتباه من خاصة يوم السبت من يعني تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية الخارجية بسبب الغبار، وربما أحيانا تصل إلى حد العواصف الرملية، ومن ما يرافق ذلك أيضا ارتفاع في مستويات الغبار في الأجواء. ودائما ندعوكم بشكل متكرر إلى
يعني تثبيت مقتنياتكم الخارجية أثناء هذه الأحوال الجوية بسبب شدة سرعة الرياح خاصة في المناطق المكشوفة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة خلال الأيام القليلة القادمة. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد وأوقات سعيدة أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.